صباح الخير. دي تطورات الموقف، ما تتخضوش، ده كده بالفلتر والله العظيم عشان بس ما اخضكوش، بس كنتوا بقى من اي حاجه تعالوا نركز في الرموش عشان الرموش حلوه قوي. يعني لا الرموش حلوه قوي. طب ده طبعا هو طبيعي ان هو يغمق بالشكل ده لما يجي تعمل الليزر علشان اللون بيطلع لبره. اللي تحت عيني دي طبعا هي انتوا مش شايفينها، انا احاول اقرب لكم او اجي لكم كده من على الجنب. من على الجنب باينت اهو. ده الابيض هو المكان اللي كان فيه الدهون اللي كانت بيضه تحت عيني اللي كنت دايما بكلمكم عنها. هياخد له بتاع على الاقل 10 ايام مينيمم عشان يبتدي ان هو يخف. بس قلت اما اديكم ابديت، بس مفيش حاجه تخاف منها يعني او نقلق، لازم نواظب على الدواء وما نعكش، مفيش مكياج، مفيش بقى الكلام ده كله.